Miss Ferreira, how are you? And welcome for with Cora Plus for this interview. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, first of all, how do you see this decision from كيف كان رد فعلك عند موافقة فريرا للعودة إلى الزمالك؟ Well, do you know we love Egypt and we love Zamalek. كما تعلم أننا نحب مصر ونحب الزمالك. وكنا سعداء جدا في التجربة الماضية. وكوننا العديد من الأصدقاء. أنا سعيدة جدا جدا بعودة فيريرا مجددا إلى الزمالك وإلى مصر. ما رأيك في تجربة فيريرا الأولى مع الزمالك؟ التجربة الأولى كانت جيدة جدا لفيريرا مع الزمالك. الزمالك توج بلقب الدوري. الجميع كان سعيد جدا بهذه التجربة. نحن نعلم مدى تعلق وشغف جماهير الزمالك بناديها، ولهذا السبب فيريرا قرر العودة مرة أخرى. بعد التجربة الأولى ورحيل فيريرا، فوضح الزمالك أكثر من مرة للعودة، لكنه رفض. ما الذي تغير هذه المرة؟ فيريرا فكر كثيرا في عروض الزمالك الماضية، لأننا تركنا البرتغال وعمل في قطر لأربع سنوات بعد رحيله عن الزمالك، ثم ذهبنا إلى البرازيل. ثم أخبرني فيريرا بعد عودته من البرازيل أنه يرغب في اعتزال التدريب، ولكنه لا يستطيع أن يعتزل التدريب لأنه يحب كرة القدم. وعندما تلقى عرضا من الزمالك في العامين الماضيين كان سعيدا جدا، رغم أنه كان يرغب في الاعتزال، ولكن أزمة فيروس كورونا أثرت علينا وقال لي أننا من الأفضل البقاء في البرتغال بسبب هذه الأزمة. الآن هو وقت مناسب، وكان سعيدا جدا أيضا بعرض الزمالك، فهو يحب الزمالك جدا ولا يستطيع أن يرفض العودة إلى الزمالك. وعندما أخبرني بعرض الزمالك قلت له نعم اذهب، إذا كنت تريد العودة إلى الزمالك فعليك أن تفعل ذلك، نحن كنا سعداء جدا هناك. فكانت إجابته بنعم على عرض الزمالك، وأنا سعيدة جدا أنه سيعود مجددا إلى مصر. بالتأكيد جماهير الزمالك سعيدة جدا بعودة فيريرا مرة أخرى للفريق. أنا أحب القاهرة، وبالنسبة لي الزمالك مهم جدا بالنسبة لنا، وفيريرا يريد الأفضل دائما للزمالك ويريد الفوز مع الزمالك. ومن أجل شكر جماهير الزمالك على كل ما فعل.